مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كوش الصحافة، نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة لهذا اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات، ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية تحديدا من موقع الموقع بوست والذي عنوان قوات الجيش والمقاومة تسيطر على منزل شقيق المخلوع وتحقق تقدما كبيرا غرب تعز. وتقول التفاصيل إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على منزل محمد عبد الله صالح شقيق الرئيس المخلوع في حي ثعبات شرق مدينة تعز بعد معارك عنيفة. ووفقا للموقع فقد تمكن الجيش والمقاومة من تحقيق تقدم كبير في الجهة الشرقية، خصوصا في ثعبات والزنوج والدفاع الجوي، حيث تمكنوا خلاله من إسقاط العديد من المواقع التي كان يتمركز فيها قناصة وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع. وإلى موقع عدن تايم والذي تابع ما حدث في مدينة عدن وعنوان أول تعليق رسمي على أحداث مطار عدن الدولي. وينقل الموقع عن المتحدث الرسمي باسم السلطة المحلية في عدن نزار أنور إن ما حدث في مطار عدن الدولي ليس له علاقة بأي تنظيمات إرهابية كما تحاول بعض وسائل الإعلام أن تسوق له. ويقول أنور ما حدث كان الغرض منه هو إحداث فرقعة إعلامية من أجل استمرار إغلاق المطار الدولي في عدن، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة لمعالي وزير النقل بفتح المطار بشكل نهائي. من العناوين في موقع الموقع مدير محطة الحسوة لعدن تايم: المحطة لم تخرج عن الخدمة بالكامل والوقود سينفد غدا. ومن لحج أيضا: سكان محليون يعثرون على جثة مواطن بتبا بالمحافظة. إلى موقع يمن مينيتور والذي ركز على أبرز العناوين والأخبار، ومنها: الحوثيون يفشلون مهرجانا تسويقيا للمنتجات الزراعية في صنعاء. وقال الموقع إن جماعة الحوثي المسيطرة على جامعة صنعاء قامت بإغلاق بوابة الجامعة أمام أكثر من 200 شركة مشاركة في مهرجان رمضان للتسويق الزراعي الذي كان مقررا عقده بكلية الزراعة. وكشف مصدر خاص في جامعة صنعاء ليمن مينيتور أن جامعة صنعاء اتفقت مع اللجان الحوثية المسيطرة على بوابة الجامعة بالسماح لجميع الشركات الخاصة بالمزارعين بإدخال بضائعهم ومنتجاتهم كما هو المعتاد في إقامة المهرجان في كل عام، إلا أن الحوثيين رفضوا إدخال الشركات لكلية الزراعة بسبب أنهم يريدون مخصصات مالية كبيرة، ما تسبب في فشل المهرجان السنوي. واعتبر المصدر هذا التصرف ابتزازا واضحا يقضي على ما تبقى من شبه نظام في الجامعة، محذرا من خطورة تلك التصرفات وتأثيرها على الأنشطة القادمة للجامعة. حروبنا ودماؤنا كان أولها كلام. تحت هذا العنوان كتب وزير الإعلام الأسبق علي أحمد العمراني مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب: لفتت نظري بعض التعليقات الناقدة في موقع المغترب اليمني حول فتاة يمنية ألقت كلمة الخريجين في جامعة مدينة نيويورك بحضور السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما، وأفهم أن تعليم كثير من الفتيات المغتربات اليمنيات في أمريكا قضية شائكة، وتقدر الإشارة إلى أن التعليقات الناقدة لم تكن نقدا لظهور فتاة يمنية تلقي كلمة في حفل التخرج أو اعتراضا على تعليم الفتاة، لكن النقد كان في مجمله قاسيا ومتهكما ومبالغا فيه، وهو لا يخرج عما اعتدناه من أساليب النقد والاختلاف في أيامنا. تكلمت ابنتنا عروبة، وهذا اسمها، عما يمكن تسميته أعراف القبيلة التي تمنع مواصلة تعليم الفتاة، وتحدثت عن قبيلة بعينها في ظروف بعينها، ولم تعمم عن كل اليمن في شأن تعليم الفتاة، وحتى في شأن القبيلة التي أشارت لها ربما لا يصح التعميم. ربما هناك من سبقنها وتعلمنا وتخرجنا من الجامعات من نفس قبيلتها، ولعلها لا تعلم أن بنات من قبائل كثيرة، قبائل مأرب مثلا، حصلنا على شهادات عليا، دكتوراه على سبيل المثال، ولو علمت كان عليها أن تشير لذلك، لأن كلامها كما رأى منتقدوها عن ظروف حالة محدودة بعينها قد يفهم منه التعميم السلبي على بلد بأكمله في حال
لا يقبل المزيد من نشر السلبية وتعميمها. قبل فترة تناقشت مع أصدقاء من منطقة يمنية يكثر منها المغتربون في أمريكا، فتبين بأنه لا توجد فيها مدرسة للبنات على الإطلاق، واستغربت لأنني عرفت المنطقة منذ زمن وكانت أقل ريفية مما عليه الحال عندنا، حيث توفرت مدارس البنات منذ مدة. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي جاء فيه: الوفد الحكومي يجر المشاورات نحو تعز ومقترحات للحل على طاولة الرئيس هادي. وعنوان آخر وزير للمصدر أونلاين: الحكومة ستعود لممارسة مهامها من مدينة عدن يوم الاثنين. وقال وزير في الحكومة اليمنية للمصدر أونلاين: لم يكشف الموقع عن اسمه إن الحكومة تعتزم العودة إلى مدينة عدن يوم الاثنين. وأضاف أن الحكومة ستعود برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على متن طائرة إلى مدينة عدن للإقامة فيها وممارسة مهامها من الداخل. وبحسب الوزير فإن كل الوزراء سيعودون إلى عدن باستثناء الوزراء المشاركين في مشاورات الكويت. وعنوان آخر: اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تدين قصف الحوثيين لتعز. إلى الوحدوي نت، والذي تابع موضوع تعز وعنوان: الوفد الحكومي يقدم للمبعوث الأممي مقترحه لوضع تعز في ظل مسار المشاورات. ويقول الموقع: قدم الوفد الحكومي المشاورات في مشاورات السلام بالكويت ورقة بعنوان مقترح لوضع تعز في ظل مسار المشاورات. تضمنت الورقة التي قدمها الوفد الحكومي 8 نقاط ومقترحات لتطبيع الأوضاع في المحافظة، أبرزها إخراج مقاتل الميليشيا من تعز ووقف كافة العمليات العسكرية. وأوضح الوفد الحكومي في ورقته التي قدمها أن فتح كافة المنافذ حول مدينة تعز والسماح بحرية الحركة ودخول المساعدات الإنسانية تحت إشراف اللجان الإنسانية المحلية أمر أساسي من أجل تخفيف الوضع الإنساني على سكان المدينة. كما شددت الورقة على تسليم خرائط الألغام في جميع مداخل المحافظة وتشكيل فريق متخصص لنزعها لضمان سلامة المدنيين من أبناء المحافظة وتأمين الطرقات لوصول البضائع والمساعدات إلى المدينة بطريقة آمنة. التحييد سلاح الحوثيين الفتاك. تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله عن السياسة التي تتبعها الميليشيا في تحييد مواقف الآخرين، وقال الكاتب: قبل اجتياح العاصمة صنعاء ومنذ وقت مبكر، حرصت جماعة الحوثي على تحييد المكونات السياسية والمجتمعية في العاصمة، فشكلت لجنة معنية بالتواصل مع رئيس الجمهورية والحكومة والأحزاب السياسية والسفارات والمنظمات المحلية والدولية لطمأنتهم بأن الحشود التي تحيط بصنعاء لن تدخل صنعاء لتؤذيهم أو تضر بمكتسبات الجمهورية أو تمس بالنظام السياسي، وإنما للقضاء على خصومها فقط. ومن الغرائب في هذا الأمر أن جماعة الحوثي اقتحمت صنعاء تحت شعار ثورة ضد فساد الحكومة وجرعة الوقود، ولكنها كانت قد تواصلت مع رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة قبل اقتحام صنعاء وطمأنته بأنها لا تستهدفه، فهو كما قال المتصل من أنزه اليمنيين، بالرغم أن وسائل الإعلام التابعة لهم تبث صوره باعتباره أحد أقطاب الفساد. على المستوى الشخصي لا أعتقد بأن هناك صحفيا أو ناشطا حقوقيا أو إنسانيا أو حتى مواطنا لم يسمع جملة خليك محايد التي يطلقها ويكررها الحوثيون الجناح المدني في المجالس واللقاءات عند الحديث عن الجرائم التي يرتكبها الجناح المسلح للحوثيين. وبالتأكيد معنى الحياد هنا هو أن لا يتحدث الشخص عن الجرائم التي يرتكبها الحوثيون في حق المدنيين والأبرياء أو الاستيلاء على مؤسسات الدولة أو نهب البنك المركزي. اليوم ها هم يستخدمون ذات السلاح مع المملكة العربية السعودية، يحاولون إرضاءها بشتى الطرق لتحييدها ليتفرغوا هم لقتل اليمنيين وحكمهم بالحديد والنار. وعندما يتمكن الأمر لهم ويشتد عودهم يتم استهداف السعودية من جديد. إلى موقع الصحوة نت، والذي عنون حول العديد من الموضوعات: اليمنيون يتخلون عن مشتريات رمضان بسبب غلاء الأسعار. وعنوان آخر: الوفد الحكومي يقدم للمبعوث الأممي رؤية لرفع المعاناة عن أبناء محافظة تعز.
من العناوين أيضا: مصادر الحكومة ستعود لعدن اليوم لممارسة مهامها من الداخل. وفي عنوان آخر: قناة تلفزيونية تتبرع بجوائز برنامج رمضاني ل250 من أسر الشهداء بتعز. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نطالع الصحف العربية الصادرة ليومنا هذا، نذهب لفاصل قصير، بعده نكمل البرنامج، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية، والبداية من صحيفة الرأي الكويتية والتي عنونت: مفاوضات الكويت، اتفاق يمني للإفراج غير المشروط عن الأطفال. واكتفت الصحيفة بالقول إن اتفقت الأطراف اليمنية في جلسة لجنة الأسرى والمعتقلين المنعقدة ضمن مشاورات السلام بالكويت على الإفراج غير المشروط عن الأطفال. إلى صحيفة العرب الجديد والتي تناولت الوضع في عدن، وعنونت الصحيفة في صدر صفحتها: اليمن، مقتل مدني في هجوم لمسلحين على مطار عدن. وتقول العرب الجديد: قتل مدني في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحين هاجموا مطار عدن في جنوب اليمن، بحسب ما أفاد مصدر أمني. وأوضح المصدر لفرانس بريس التي نقلت عنها الصحيفة أن 20 مسلحا حاولوا اقتحام المطار للمطالبة بالإفراج عن جهادي غربي أوقف نهاية مايو، مشيرا إلى أن اشتباكات دامت لنحو ساعة ونصف عند مدخل المطار بين القوات الأمنية والمسلحين، ما أدى إلى مقتل مدني برصاص طائشة. وأشار المصدر إلى أن المسلحين كانوا بزعامة أحد أقارب الموقوف الذي كان من ضمن 7 يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، اعتقلتهم القوات الحكومية اليمنية في 28 من شهر مايو الماضي. ويأتي الهجوم بعد يومين من تأكيد وزير النقل اليمني مراد الحالمي أن المطار سيعاود نشاطه بشكل رسمي ابتداء من الأسبوع المقبل بدون توقف ويوميا بحسب برنامج الرحلات. أطفال اليمن، تحت هذا العنوان كتب عادل الحربي مقاله المنشور في صحيفة الرياض، وقال الكاتب: لا شك أن مقتل 500 طفل يمني لو صدقت الإحصائيات التي تزعمها الأمم المتحدة يتطلب تحركا أمميا جادا لمعرفة السبب الحقيقي والمساهمة في معالجته، بدلا من توزيع التهم الجزاف والمساواة بين المجرم والضحية. إن أطفال اليمن يخضعون لأسوأ استغلال مجرم عبر زجهم في هذه الحرب واستخدامهم ليكونوا مجرد أرقام في أوراق المنظمات الدولية، طمعا في الحصول على تأييد أعور لا يرى الحقيقة كاملة. إن الحوثيين والمخلوع وزمرتهم المتواجدين في القائمة السوداء منذ 5 أعوام أولى بالتحرك الأممي نحو المعالجة الحقيقية التي ترى ما يحدث على الأرض، وتنحاز للحل الإيجابي الذي يدعم الحوار في الكويت والشرعية المؤيدة في قرار الأمم المتحدة رقم 2216. تضليل الأمم المتحدة ليس بالمهمة الصعبة، وربما كلنا نذكر استخدامها لاحتلال العراق وما أفضى إليه اعتمادها على المضللين لبناء قراراتها الكارثية. وعلى الرغم من ذلك، فإننا واثقون أن قوات التحالف التي جاءت لليمن من أجل إنقاذه واستعادة شرعيته مستعدة للمشاركة في تصويب هذه الأرقام، لأنها وللأسف وجدت نفسها مضطرة لإنقاذ اليمن من. إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي تابعت ما حدث في تعز، وعنونت: رياض ياسين للبيان، اليمن يحتاج مارشال خليجيا. عنوان آخر: عرض عسكري في مأرب بذكرى إعادة بناء الجيش الوطني. وتقول الصحيفة في التفاصيل: شهدت محافظة مأرب عرضا عسكريا مهيبا بمناسبة الذكرى الأولى لإعادة بناء الجيش بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. وأعلن اللواء المقدشي في العرض العسكري عن منح وسام الشجاعة لشهداء وجرحى
الجيش والمقاومة تنفيذا لأوامر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال المقدشي: لن نساوم في قضايا الوطن والأمة، وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بسيادة الوطن ومكتسباته. إلى صحيفة الخليج التي عنونت: ميليشيا الحوثي تفض بالقوة وقفة نسائية في صنعاء. وتقول التفاصيل: اعتدت ميليشيا الحوثي على وقفة احتجاجية نسائية بمديرية آزال في أمانة العاصمة، مستخدمة أعقاب البنادق والهراوات لتفريق المشاركات. وأكد شهود عيان أن مسلح الجماعة هاجموا النساء في الوقفة الاحتجاجية بالضرب بأعقاب البنادق والتلفظ بالسب والشتم، ومزقوا اللافتات والشعارات التي رفعتها المشاركات. وقالت المشاركات في الوقفة إن سكان صنعاء يموتون من الجوع والمرض، والميليشيا تبني كيانها عبر قتل اليمنيين ونشر الدمار والخراب في كل محافظة يمنية. عنوان آخر: تواصل جلسات المشاورات في الكويت وتعثر الإفراج عن المعتقلين. إلى صحيفة عكاظ التي جاء فيها: الانقلابيون يرفضون الإفراج عن الصبيحي. وفي التفاصيل: رئيس دائرة المعلومات في الرئاسة المرافق للوفد الحكومي محمد العمراني يؤكد لعكاظ أن الوفد الحكومي لم ينسحب ولم يعلق جلساته، وإنما أوقفت المشاورات ليتركز النقاش مع مبعوث الأمم المتحدة حول تعز والجرائم التي ترتكب فيها. وأفاد العمراني بأن لقاءات لجنة المعتقلين والأسرى تحولت إلى غير مباشرة نتيجة لبروز خلافات ورفض الانقلابيين الالتزام بالقرار 22/16، خصوصا ما يتعلق بإطلاق سراح وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والقيادات السياسية والصحفيين. وأضاف الحوثيون: يريدون مقايضتنا بأسرى وهميين مقابل مختطفين من طلاب الجامعات والمدارس ممن اختطفوا ولا علاقة لهم بالسياسة ولا بالحروب، ويرفضون الإفراج عن الوزراء والسياسيين والصحفيين. وأكد العمراني أن اللقاءات غير المباشرة مستمرة لتدارس أسماء المعتقلين والملفات الأمنية ورؤية تسليم مؤسسات الدولة وتنفيذ القرارات الأممية. بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير.